هنتكلم دلوقتي عن الحلقة الثانية من المغالطات المنطقية، وهنا هنتكلم عن الطب النفسي. الطب النفسي دلوقتي حد عنده مشكلة زي اكتئاب، قلق، شيزوفرينيا، واكيد يعني واكيد هو مش عارف وعنده شيزوفرينيا ولا لا. فدلوقتي حد دلوقتي هيدفع فلوس عشان يخش يكشف عنده دكتور. السؤال، انت من ساعة ما دخلت لحد ما خرجت يعني خدت وقت قد ايه؟ يعني الدكتور مثلا شقلب وقلب ولا خد هيستوري صح، سأل على التفاصيل كلها، سمعك ولا ما سمعكش؟ لو ما سمعكش ما تروحش عنده تاني، وحقك يعني انت حقك لو هو ما سمعكش او ما شفتش انه بيقوم بالدور المثالي قول له لا انا مش عايز اكمل كشف، انا عايز اخد الفلوس بتاعتي وامشي. فانت ليكوا انت داخل دلوقتي حاجه خاصه بالنسبه للمستشفيات وتعاملوا الدكاتره مثلا بيبقى عندهم عدد معين بناس كتيره معينه، فده وضع استثنائي انا ما اقدرش ان انا اتكلم فيه. انا بتكلم دلوقتي في حاجه خاصه، انت دلوقتي دافع فلوس عند دكتور نفساني، لا فلو ما لقيتش الاهتمام او التقدير خد بعضك وامشي، شوف واحد يديك الاهتمام والتقدير. دي نقطه. فتاني نقطه يعني بعد ما سمعك والتشخيص، بقى التشخيص بيكون ايه؟ الدكتور مثلا معرفك حالتك ولا لا؟ الدكتور مثلا ممكن يرجع لدكتور بشري في التشخيص ولا لا؟ يعني ممكن يكون مرض ما ادي الحاجه النفسيه دلوقتي، فاحنا نعالج المرض بافضل دواء بافضل تشخيص عشان نقصر المسافه. طب الدكتور مثلا ممكن يطلب مني تحاليل واشعه عشان تساعده في التشخيص، او ممكن تساعده في التشخيص. فدلوقتي دي بالنسبه للمرحله اللي في النص. في بقى يعني طريقه العلاج اما نوعين مثلا، يا اما محتاج دواء او مش محتاج دواء. لو مش محتاج دواء دي حاجه اسمها كوجنيتيف ثيرابي، اللي هو جلسات العلاج الجماعي اللي بنقعد مع بعض ونتكلم ونحكي مثلا زي جلسات الاقلاع عن الادمان او يعني ادمان المخدرات، يعني مشكله نفسيه اي حاجه بيقعد يتكلم والباقي يسمع. ودي تقريبا بدات في امريكا، وغالبا يعني لو هتطبق يا ريت اللي يطبقها صح يعني. فدي نقطه. وممكن نلاقي الناس مثلا نصابين كتير جدا في الحته دي في الكوجنيتيف ثيرابي. دلوقتي لو محتاج دواء يعني الجمع بين الاثنين، اكيد الدكتور يكون شاطر جدا جدا جدا، اكيد هو مختار الادويه المناسبه، مش مثلا يعني او هو عك وربك يفك كاتب لك مثلا ادويه كتيره جدا. ادويه للعلاج المرض هي اصلا يعني مش احسن حاجه موجوده في السوق ولا افضل تشخيص، مع ادويه نفسيه فيها دروج انتراكشن، دروج انتراكشن مثلا زي السيروتونين سيندروم، ودي تقريبا حصلت مع حد اعرفه، ترى راح عنده مشكله كشف عند اكبر استشاري عندنا في فانها، كتب له دواء عمل له سيروتونين سيندروم، هو ما عملوش يعني للامانه ما حصلش حاجه يعني. بس الفكره يعني زي ما في مثلا تعاون ما بين الدكتور النفساني ودكتور البشري في التخصص بتاعه عشان يعالج المشكله، والمشكله النفسيه مع الدكتور النفساني، لازم يكون في دكتور صيدلي يراجع الروشته صح، في اي مشكله ينبه الدكتور، طب هنا الجرعه عاليه طب هنا نقللها، فعشان نظبط الدنيا. انت الشاهد انت عندك مشكله المفروض تحلها باقل عدد ادويه فعاله بالجرعه مناسبه بكل حاجه مناسبه. تاني حاجه برضو الدكتور يعني برضو في التشخيص يعني بيجمع ما بين الكوجنيتيف والدواء، برضو في اسئله برضو بيستخدمها في النص اللي هي من 1 لـ10، الاسئله الفاليديتد دايجنوزيس تولز زي مثلا الدي سي ام 5 والاي سي دي 10. وبرضو يعني انا بسمعك وكل حاجه، وممكن برضو اشوف فيزيكال اكزامينيشن لو في اي حاجه. واخر نقطه برضو عشان اقفل نقطه المغالطات المنطقيه، مثلا انت تاخد وقتك، العلاج يكون صح، العلاج يترجع من يكون صيدلي. لو عندك مشكله جسديه روح للانسب، روح للاصل عشان يديك اخر دواء باخر تطبيق باخر بحث موجود باخر يعني وقاري وكده. اخر نقطه هنا اقولها، لازم يكون في حلقه وصل ما بين الدكتور اللي موجود في العياده وعنده شفت في مستشفى وبيلف في دايره ليها اول ملهاش اخر، وما بين الدكاتره الجامعيين طبعا بيقرا اي حاجه، هو برضو يكون برضو مخصص جزء من وقته لو كل يوم او كل يومين بيقرا اخر الابحاث وكده عشان يفيد المريض، ولازم برضو يجمع ما بين كل حاجه. ودي كانت تاني حلقه عن المغالطات المنطقيه في الادويه والطب النفسي.